مساء الخير عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المروري، برنامج الضوء الأخضر. طبعا مثل ما عودناكم عندنا فقرات إرشادية، فقرات أخبارية، فقرات تخص الحوادث المرورية. خلي نروح أنا وياكم اليوم نشوف الفقرة الأولى من برنامجنا، شنو التقرير اللي عدينا لكم إياه ويخص شنو التفاصيل. خلي نروح نشوف التقرير ونرجع. حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم وتوجيهات السيد مدير المرور العام المحترم وأيضا الحكومة المحلية في كربلاء والسيد قائد الشرطة والسيد قائد العمليات المحترمون، طبعا مديرية مرور محافظة كربلاء تستنفر كل قوتها بدءا من مدير مرور المحافظة ومكتب مدير مرور المحافظة إلى كل مدراء الشعب والأقسام في كل المقرات. صباحا مع ساعة الذروة الصباحية الأولى تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى حد الساعة 9 لغرض تنظيم حركة السير والمرور في مدينة كربلاء في عموم طبعا الأقضية والنواحي. حقيقة تركيزنا يصب في مركز مدينة كربلاء المقدسة في قواطعها مرور البلدة الشمالي، مرور البلدة الجنوبي، وقاطع مرور الحر. أيضا مفارزنا طبعا ماسك الأرض مع بداية الدوام الرسمي مقابل الجامعات، جامعة كربلاء في منطقة إفريحة، جامعة الموظفين، جامعة الوارث، جامعة الزهراء على طريق بغداد، وجامعة الزهراوي، وجامعة العميد أيضا على محور النجف. عندنا أيضا جامعة الصفوة وكذلك جامعة أهل البيت. مفارزنا متواجدة ومنتشرة بوقت مبكر، أيضا مسندين حقيقة من قبل مديرية نجدة كربلاء المقدسة وباقي مديريات شرطة الأقسام. الاستنفار هذا حقيقة هو لغرض تنظيم حركة السير المرور. عندك علم طبعا بالنسبة لساعة الذروة الصباحية موجودة في كل دول العالم، أكو ذروة وإحنا إن شاء الله مستمرين على هذا الموضوع. الحمد لله أيضا الوزارة رفدتنا بهاي الفترة الأخيرة، الحمد لله استلمنا الوجبة الأولى من أعداد الشرطة العقود الجدد، استلمنا الوجبة الأولى طبعا 199 شرطي، وإن شاء الله أيضا يوم 1/12 نستلم الوجبة الثانية، وكذلك 1/1 نستلم الوجبة الثالثة. حاليا داخلين طبعا بعد ما أكملوا دورة التدريب الأساسي في مركز تدريب قيادة شرطة كربلاء المقدسة تم استلامهم، إحنا اليوم الحمد لله بالأسبوع الثاني الدورة التخصصية، غذيناهم بالمعلومات الخاصة في عملية تنظيم حركة السير والمرور في المدينة بالتقاطعات والساحات، معلومات أيضا نظرية ما يخص قانون المرور رقم 8/2019 والبيانات أيضا الملحقة والصادرة من قبل مديرية المرور العامة. طبعا هذه الأيام طبعا كذلك احنا طبعا انطيناهم وزعنا عليهم الكتيب هذا اللي يحتوي على مواد قانون المرور اللي هي 50 مادة، وأيضا كتيب أو بروشور. وزعنا لهم كذلك تجهيزات خاصة موضوع غطاء الرأس أو الكاسكيتة، موضوع ربطة العنق، القيطان الخاص بشرطة المرور اللي هو باللون الأزرق وباللون الأبيض، أيضا باجات تعريفية. ووزعنا أيضا عليهم موضوع اليلق الفسفوري أو المعطى الفسفوري. الحمد لله يعني طبعا الشرطة الجدد هم ما شاء الله مرحلة الشباب، إن شاء الله هم لهم الدور الأساسي والرئيسي بالمستقبل القريب جدا في تنظيم حركة السير والمرور في المدينة. طبعا أعزائي المشاهدين، هو اتصالات عندنا كان عن موضوع إنه الانتشار المنتسبين، الأماكن اللي ما بها مرور ما بها رقابة مرورية. نبشركم بالخير إنه أكو دفعة جديدة، شباب، طاقة شبابية، روح ودماء جديدة بوزارة الداخلية. طبعا هذا العقد تم بتوجيه ومتابعة شخصية من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم بتعزيز كل مفاصل وزارة الداخلية وبالتحديد مديريتي المرور والنجدة والدفاع المدني، أيضا انضافت لها أعداد من هذه الفئة الجديدة. إن شاء الله يوم يعني راح تكمل الدورة يوم 1/12 راح ينزلون أول دفعة اللي هم 199 في مديرية مرور كربلاء وفي كل المحافظات، أكيد أعداد تتراوح بأعداد جيدة جدا لتعزيز مديرية المرور. عملهم راح يكون ميداني، شباب، طاقة جديدة، راح تكون هناك متابعة جدية. لاحظتوهم أنتم بالفترة يعني الأيام اللي مضت أكو
انتشار لرجال المرور، اكو متابعة يعني القواطع والاخوان اللي متواجدين بالتقاطعات، عملهم مستمر ب يعني جدية عالية واحترافية، ان شاء الله راح تلاحظونها بالايام القادمة، راح يتابعون كل التقاطعات. نأكد ايضا على موضوع السيد الايمن بكل التقاطعات، بالفترة اللي مضت كان اكو منتسب واحد بالتقاطع، وهذا المنتسب ما عنده الإمكانية أنه يفتر بمتابعة ومحاسبة المركبات بالتقاطع اللي هي تتوقف بالسايد الأيمن. أكيد مخالفة مرورية موجودة راح نتابعها بالأيام القادمة، على اعتبار أنه أعداد المنتسبين راح يكون جيد، وأيضا راح يسيطرون على حركة الدراجات بالتقاطعات. راح تكون هناك حملات بالفترة اللي هي 1/12 صعودا، راح تبدي حملة الحجز للدراجات اللي ما سجلوا بمديرية المرور. نقولكم يا أخوان راجعوا سجلوا دراجاتكم حتى ما تنشملون بالحجز، اللي راح يسجل دراجته ما راح يتحاسب، ما راح تنحجز الدراجة مالته ولا راح تصادر إلى هيئة الجمارك. نتمنى لكم التوفيق أكيد أخوتنا وأولادنا بهذا المسلك الجديد اللي هو يخدم كل طبقات المجتمع، ونتمنى لكم التوفيق بعملكم وحياتكم المهنية الجديدة. طبعا أعزائي المشاهدين انتهت الفقرة الأولى، نروح أنا وياكم إلى فاصل قصير ونرجع لكم بفقرة ثانية اللي هي فقرة الإرشادات المرورية. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم من الفاصل ونكمل فقرات برنامجنا لهذا اليوم. طبعا عندنا فقرة إرشادية اللي هي تختص بالإرشادات المرورية. نزلنا سوينا استطلاع لسائقي المركبات وسألناهم عن إحدى علامات المرور اللي متواجدة بالشارع. خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونشوف شنو التفاصيل وشنو هاي العلامة اللي موجودة. أجينا عندنا سؤال، هاي شنو معناها؟ خمسة يعني 5 مترات ونص. زين. ايه. شنو يعني 5 مترات ونص؟ والله شو اقول لك، ما اقدر انا اشتهي من عندي. شنو معناها بالشارع نشوفها، شنو معناها؟ ايش تنطيك شنو؟ يعني مسافه، المسافه 5 مترات ونص. موفقين ان شاء الله. الله يحفظك استاذنا. هلا ابوي، شلونك حبيبي؟ الله يخلي قلبك. شلون حالك؟ الله يحفظك. هاي شنو معناها؟ 5 5 2. شنو معناها؟ هاي بنشوفها بالشارع، ايش تعني لك؟ ما اعرف. ما تعرف؟ لا. احسن شغله وياك. هاي شنو معناها؟ هاي السرعه استاذ 50. سرعه 50، يعني شنو سرعه 50؟ يعني ما تحمل الشارع سرعه. يعني بنشوفها شو سويت؟ شنو؟ هو هسه نمشي احنا 40 اكثر شيء 40 50 بالشارع هذا. زين. هاي العلامه شنو معناها؟ العلامه ممنوع الوقوف. ممنوع الوقوف. وين موجوده هاي؟ والله هذا بالنسبه لي ما شايفها هنا بالداخل. ها؟ بالداخل ما شايفها. هاي شايفه؟ اي بالداخل ما شايف. موفقين ان شاء الله. العلامه قصدك ايش اسمها؟ العلامه المروريه. هاي علامه مرور الحمراء. علامه مروريه حجي. اي دائره، يعني هاي ممنوع الوقوف تقريبا. شلونك؟ هاي العلامه شنو معناها؟ الله يخلي وجهك اصفر اليوم. ما اعرف. ما تعرفها؟ شلونك حبيبي؟ الله يخليك. هاي العلامه شنو معناها؟ هسه بنشوفها بالشارع، شد لك على شنو؟ على جسر لو بشارع. وين ما اشوفها ما ادري. انت وين تشوف هاي العلامه؟ يعني انا شايفها على جسور مال ارتفاعات. زين. مال ارتفاعات، شنو معناها؟ ارتفاع الجسر. ارتفاع الجسر. يعني السيارات الكبيره حسب ما اتذكر. شلونك؟ شلونك حجي؟ شلون امورك؟ الله يخليك. هاي العلامه شنو معناها؟ ما اعرف والله استاذ. لا والله استاذ. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. توكل حجي. هاي العلامه شنو معناها؟ ما اعرف. ها؟ ما اعرف. ما تعرفها؟ يعني نص. نص؟ هاي العلامه شنو معناها؟ ما مر علي. ما شايفها؟ لا ما شايفها. خمسة. خمسة. هي ممنوع، هي الدائرة ممنوع هذا الوقت. هسه تنصل الإجابة عرفتها. أي الدائرة ممنوع. شنو الممنوع اللي بداخلها؟ هسه ممنوع، ممتاز. هاي هسه تعرفت إنه الدائرة ممنوع. وفعلا هي هاي ممتازة. بقى اللي بالداخل شنو؟ الرسم اللي بالداخل أو الرقم. شو يقول لك؟ ممنوع شنو؟ شكرا حجي. ممنوع. خذنا من وقتك. أنا أعتذر. صباح الخير. صباح الخير.
شلونك حبيبي؟ شلون عزيز؟ شلون الامور؟ الله يحفظك. هاي العلامة شنو تعني لك؟ يا علامة. هاي يا بيبي. علامة مرورية. والله شنو معناها؟ هذا اعتقد مال ارتفاع الجسر. ممتاز. شنو يعني؟ يعني اذا تكون الحمولة اقل من هذا المحدد 5.5 أمتار. تدري راح اصدق على محمد صلوات على محمد الزهد ضرب الكاميرا. والله يلا ممنون شكرا جزيلا. هاي شنو معناها؟ والله ما ادري. شنو والله ما ادري؟ اول مره اشوفها. لا ابشر الله. وعلى اول مره اشوفها. شو غيره؟ والله ابد اول مره اشوفها. ما شايفها؟ لا اي ما شايفها والله. زين يلا موفقين. اجينا هاي العلامه شنو معناها؟ ارتفاع الجسر شيء 5.5. نعم. فوش يعني بالفوت. علامة شنو؟ شو تقول علامة شنو؟ علامة ممنوع يعني فشي ممنوع. ممتاز. موفقين إن شاء الله. شكرا حجينا. شكرا. الله يحفظك يا أبو توكل. طبعا أعزائي المشاهدين هذا التقرير اللي شفتوه هي علامة مرورية تحدد أو تمنع سائق المركبة من يعني الحمولات اللي هي 5.5 طن. هذه علامة مانعة. احنا في كل حلقة ناخذ احدى العلامات يا اخوان. اي علامة شكلها دائري موطرة باطار احمر هذه مباشرة انا اقول هاي العلامة هي علامة مانعة تمنعك من غرض معين. شنو هذا النوع الممنوع اللي موجود؟ راح تلقاه رسم بداخل هذه العلامة. موضوع الأرقام يعني العلامات اللي بها أرقام يا أخوان تختلف من وحدة إلى أخرى بسبب يعني تلقى بها رسم معين. الأولى إذا شفت مثلا علامة بها رقم وحرف تي هنا راح يقول لك هاي حمولة. تي يعني طن بالإنجليزي مختصرينها بالحرف الأول. إذا شفت علامة بها بالأركان يعني بالوسط منا ومنا هي نفسها دائرية وبيها مثلثات بالوسط هذا راح يقول لك عرض المركبة هالقد ممنوع مرور المركبات اللي عرضها أكثر من هذا الرقم اللي موجود بهذه العلامة. مرات موجود بها رقم وتلقى به مثلث من الأعلى ومن الأسفل هذه تحدد لك الارتفاع مال المركبة يعني من الأعلى للأسفل. اللي بالعرض راح يحدد لك العرض مال المركبة. اللي رقم تي راح تعرف أنه هذه حمولة يحدد لك يعني تي يعني طن بالإنجليزي. عندك بعد اكو دائرة ومؤطرة بإطار أحمر بها بس رقم هذه قياس السرعة. الحد الأعلى للسرعة لازم يتطابق ويا العلامة اللي موجودة. نتمنى أنه استفاديتوا من هاي المعلومات. راح نروح أنا وياكم إلى فاصل قصير وبعدها نرجع لكم بفقرة المهمة جدا اللي هي فقرة الحوادث المرورية فانتظرونا. الفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل فقرات البرنامج. اليوم عندنا حادث مروري في أحد الطرق الخارجية. الحادث عبارة عن مركبة مع دراجة نوع توك توك. خلينا نروح أنا وياكم نشوف شنو هذا الحادث شلون صممنا لكم حادث افتراضي وهذا الحادث الافتراضي شلون راح يكون بشكل الحادث وبعدين نرجع لكم بتصميم أو الحادث الحقيقي اللي راح يكون إن شاء الله. أعزائي المشاهدين هذا الحادث اللي شفتوه هو حادث افتراضي لحادث حقيقي. خلينا نشوف أنا وياكم الحادث الحقيقي شلون صار وشنو المخالفة اللي ارتكبها صاحب الدراجة التوك توك.
أعزائي المشاهدين، هذا الحادث هو الحادث الحقيقي اللي صممنا عليه. طبعا اللي أمامكم هو صاحب المركبة، كان يمشي بالسايد يعني السايد المسار السريع اللي هو بهذا السايد مثل ما تلاحظونه. سأشرح لنا تفاصيل أكثر عن هذا الحادث، فخلنا ننتقل الآن وياكم ونشوف التفاصيل الأكثر. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الأخ الحقوقي رياض الحمداني على إتاحة هذه الفرصة. احنا حقيقة بدت بالآونة الأخيرة كثر عندنا حوادث مرورية في الطرق الخارجية أو في الطرق اللي موجودة داخل المدينة. أسباب هذه الحوادث أو من ضمن هذه الحوادث هي بعض الأسبقيات. هذه الأسبقية اليوم اللي راح نحكي عليها والحادث اللي جاي يشوفونه حاليا هو الانتقال من مسار إلى مسار لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق. إخواني، أكو معلومة جدا مهمة خلي الإخوان مستخدمي الطريق يعرفوها. قانون المرور يطبق على كل المركبات التي تسير في نهر الطريق، كانت دراجة أو عجلة صالون أو عجلة حمل أو مركبة إنشائية أو زراعية إلى آخره، تعامل معاملة واحدة. اليوم خلي أنوه على موضوع ثاني جدا مهم، هو الخطوط اللي موجودة في نهر الطريق. طبعا عندنا سواء كان الطريق، سواء نهر الطريق كان ذهاب وإياب أو كان ذهاب وإياب آخر، يعني مسار أو مسارين. الخطوط إذا كانت متقطعة تعني بإمكانك الانتقال من مسار إلى مسار وبإمكانك الاجتياز. الخط إذا كان متصل فلا يمكن الانتقال من مسار إلى مسار أو اجتياز مركبة أخرى. هسا حتى ندخل في موضوع حادثنا الحالي، مثل ما لاحظتوا هو سائق المركبة الصالون، أعتقد اللي هي بي أم مثل ما تلاحظوها اللي لونها أسود، كان يسير في المسار الأيسر السير السريع إليه، حقيقة كانت عنده نوع من السرعة. سائق المركبة التوك توك، طبعا احنا هاي شبهناها بالتوك توك، سائق المركبة التوك توك كان يسير في السايد الأوسط من نهر الطريق، يروم الانتقال إلى الجانب الأيسر حتى يدخل في الاستدارة والعودة بالاتجاه الثاني. احنا هنا عندنا شروط، شروط الانتقال من مسار إلى مسار. الشروط الانتقال من مسار إلى مسار هو يجب على سائق المركبة التأكد بالمرآة الجانبية، سائق المركبة يتأكد بالمرآة الجانبية من خلو نهر الطريق المسار الأيسر، ومن ثم يقوم بتشغيل الإشارة الجانبية للمسار اللي يريد يعني يدخله، سواء الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن إذا يريد يأخذ الجانب الأيمن بغية الوقوف. طبعا هنا سائق المركبة مباشرة انحرف من مساره وبدأ يأخذ باتجاه الجانب الأيسر. مثل ما خبرتكم سائق المركبة عنده سرعة، حاول انه يخلص منه لكن الجزرة الموجودة او الرصيف الموجود حال دون ذلك ادى الى الاصطدام. المقصرية واضحة، اسباب الحادث جدا واضحة. سائق المركبة، اعيد واكرر، حينما ينتقل من مسار الى مسار اخر هو ملزم انه يتأكد من خلو المسار اللي يحاول الانتقال اليه. سائقي المركبات اللي يدخلون بالطرق الخارجية أو من السيطرات الخارجية باتجاه المدن اللي يرمون الوصول إليها هم ملزمين بالالتزام بالسرعة المقررة. سائق المركبة البي ام لو كان ضمن السرعة المقررة كان بإمكانه التوقف قبل حصول الحادث، لأنه انحراف التوك توك ما كان بصورة سريعة، نعم كان ياخذ حيز باتجاه الجانب الأيسر لكن السرعة الفائقة حالت دون تلافي الموقف. اللي أرجوه من إخواني مستخدمي الطريق في ختام موضوع هذا الحادث الانتباه، متابعة المرآة الجانبية بالانتقال من مكان إلى مكان حتى يحدد المسار إذا كان فارغ أو شاغل من قبل مركبة أخرى. السرعة 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 هي سبب الحوادث وعدم السيطرة على المركبة. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وأترككم مع أخي وزميلي الأخ المقدم رياض الحمداني. شكرا لكم. شكرا لك أخويا مقدم مهند الحسيني، ضابط الاتصالات في مديرية مرور كربلاء، على هذا الشرح الوافي والكافي لأسبقية السير المركبات في ممر على مركبات التي تروم الانتقال إلى ممر آخر. طبعا أكيد نأكد ونعيد لكم أنه أرقام الهواتف أسفل الشاشة، أي سؤال أي استفسار يخص عمل مديرية المرور سواء كان على المستوى الميداني أو على المستوى الإداري بما يخص المعاملات، إن شاء الله نكون بخدمتكم للإجابة عليها وإيجاد الحلول المناسبة. أي مناشدة عندكم أكيد راح نستقبلها ونوصلها للجهات المعنية
اللي عندنا اتصال وياهم مباشر مع مديرية المرور. مثل ما تعرفون اليوم مديرية المرور هي احدى المديريات او الدوائر الخدمية بالمحافظات، عندها ارتباط مباشر مع رئيس اللجنة الأمنية والإدارية بالمحافظة اللي هو السيد المحافظ، عندها ارتباط مع المدراء الدوائر المعنية سواء كانت مديرية الطرق والجسور او مديرية البلدية، الدوائر الأخرى اللي هي دوائر حكومية، كل الدوائر ترتبط مع مديرية المرور على اعتبار هي الجهة الوحيدة اللي مسؤولة عن تنظيم حركة مستخدمي الطريق في الميدان سواء كان مشاة أو ركاب أو سائقي مركبات. فنتمنى لكم التوفيق، أكيد نتمنى لكم السلامة يعني حركتكم في كل الطرق. عندنا اتصال أول من الأخ جاسم من كربلاء، ونقول ألو. السلام عليكم. ياسر من كربلاء. السلام عليكم. تفضل حبيبي، يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. شلونك استاذ العزيز؟ شلون صحتك؟ كل الهلا بيك، يا هلا ومرحبا. استاذ ولو انا ما عندي اي شيء بس ملاحظات على بالنسبه لشغله الحادث. صحيح ابو التوك توك هو عنده قصور نقول 80-90% بعد حسب تقديراتكم انتم، لكن ابو السياره حتى بالكاميرا جاي اشوفه ما بين، اجى بخطف سرعه مو طبيعيه. صحيح ابو التوك توك هو شيء يصير، ذكرناها احنا قلنا السرعه هي سبب الحوادث. استاذ مو تعرف احنا اللي متعارف عليه بالشارع اي قدر يصير اي حادث يصير يجي يوقع على ابو التوك توك على ابو الدراجه. انا حاجيك عندي دراجه وعلى باب الله مندوب، فاذا اشوف انه اغلب الحوادث تصير ينزل السائق، قايف الملاحظه ثانيه استاذ، ينزل السائق ابو السياره كانما هو مشتري الشارع، يعني يغلط ويسد قدام المعلومات. اخ ياسر الدراجه احنا في كل برنامج اني هواي يعني اكد على موضوع الدراجات على اعتبار انه هي وسائل الامان بها قليله مباشره، يعني اي طخه بسيطه راح تلقى السائق راح يوقع بالقاع ويجوز راسه ينضرب بالرصيف لا سامح الله. احنا ناكد على ارتداء الخوذه طبعا، بس كمركبه ودراجه لا، قانون يحاسبها مركبه حاله حال المركبه الثانيه. يعني هي وسيله نقل، احنا كضباط مرور ما تفرق عندنا الدراجه مع المركبه للمعلومات، يعني ماكو فرق بالمخطط، اكو اسبقيه هي تنطبق على الشارع. على راسي على راسي، الله شاهد استاذ اكثر من مره شفت الحاله تصير انه ابو الدراجه ينضرب وينزل السايق يهد ويغلط عليه، ذاك اليوم رجل كبير ورجل مرور واقف، يعني هو القرار الاول الاخير لرجل مرور، ماكو داعي يتجاوز، صار ماكو داعي للتجاوز. احنا اليوم اي حادث اكو قانون واكو دوله اللي موجوده، يصير الحادث اقول لك هو شارع باقدار كل شيء يتوقع من عنده، العدو اللي يمشي بسيارته بالشارع شو يتوقع؟ بقى انه الخصم هو انت دز على دوريه المرور. انا راح اعقب هواي عن هذا الموضوع. اخ ياسر عندك ملاحظه ثانيه بخدمتك؟ والله الملاحظه الثانيه استاذ بالنسبه للتقاطعات اللي بداخل الاحياء، صحيح انا صار يومين ما قصرت انت والولد، ويعني الشوارع حلوه فارغه. نعم. التقاطع الداخل مثلا هذا مال حي الموظفين اللي بداخل حي الموظفين، التقاطع ذاك اليوم الحر ذاك دائما كهرباء مالي يوم تقاطع مدينه العاب، وقله ما يتوازون رجال المرور. هسه ان شاء الله راح اجاوبك عليه. هاني الفقره الاولى طبعا اخذتها على هذا الموضوع، يمكن لاحظتوا السيد مدير مرور كربلاء وصلت للمناشد، قلت له اهالي كربلاء والمحافظات يطالبون برجال المرور يقولون ما موجودين في بعض التقاطعات، يمكن سمعتوا الجواب ماله. فان شاء الله الخير قادم يوم 1/12 راح تنزل الاعداد بالشوارع لغرض تنظيم حركه السير. هو احنا راح نوقع عليها للدراجات. العفو استاذ اكو ملاحظه ثانيه. نعم. بالنسبه للسيطره اللي يمسيد جوده، يعني بس يوم الخميس تجي السيطره من تنسد السلكه والزخم مالته لوين يوصل. هاي يعني بدي اشوف ايش معنى يعني بس يوم الخميس توقف السيطره بهالمكان هذا. أنا ممنون، شكرا لك، هسه راح اجاوبك عليها بخدمتك. مشكور استاذ. ممنون حبيبي. عندنا الاخ حسين من بغداد. تفضل اخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. طبعا سيد العزيز احنا نشكر جهود المرور. نعم. ويعتبرون الجيش الابيض الله يساعدهم على الطرقات هاي السريعه. الله يحفظك، شكرا لك. الله يبارك فيك، احنا يا ريت يعني نعم. يوصل صوتنا المدير مرور بغداد. نعم. اول شيء يعني التكاتك بسرعه فائقه بالطرقات وتسبب حوادث هوايه، هاي وحده. ثاني شيء جاي نشكي احنا كموظفين، جاي نشكي من تقاطع بغداد الجديده. نعم اخي العزيز، اول شيء تقاطع بغداد الجديده بالنسبه هاي كيات النفرات هم صح على باب الله، لكن من يجي المرور هم ينهزمون، يروح المرور
يا ريت يشوفون حل لهاي الاشكال. نعم هاي وحده. ثاني شيء يعني مافيات عصابات واقفين بالتقاطعات بالنسبه للتكاتك. التكاتك والله العظيم بهذله بالقران بهذله. يا ريت يا ريت احنا نشكر جهود المرور يعني هذول الناس الابطال 24 ساعه بالشمس وبالبرد وبالحر واقفين بالتقاطعات. لكن يا اخي نريد من مدير المرور يكون يصدر امر منع التكاتك خارج الطرق السريعه. نعم انا سجلتها وهسه راح اجاوبك. شكرا لك اخ حسين ممنون. شكرا لك اخ حسين. عندنا الاخ اسامه من ذي قار. نعم السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. شو الحين سياره المقدم؟ كل الهلا بيك تفضل حبيبي. اخي العزيز عندي انا سياره رقم كركوك. نعم زين اخي. واحنا هنا محافظه ذي قار هي مشروع وطني خصوصا. نعم. مشروع وطني. نعم زين. السيارة المقدمة من أريد أروح أحولها يقولوا هنا ما تحويل عندنا في قار الكركوك. وكركوك يعني إحنا هنا مسافة بعيدة علينا أنت تعرف يعني. هسه راح أجاوبك عليها. يرحم والديك. وأنا رأيها الشارع موجود يمي يعني هم بالداخل المحافظة. أنا راح أجاوبك عليها بخدمتك. ممنون. ممنون لك سيد العزيز. شكرا لك أخ أسامة. عندنا الأخ حيدر من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. شلونكم استاذ احمد الله وعليك. كل الهلا بيك تفضل حبيبي. استاذ عندي سياره بايعها بال 2014. نعم. وما جاي يجي يداور والسياره هسه بالبصره بسفار. شلون بيها هاي؟ بس هذا سؤالك؟ اي بس هذا يعني اقدر احجزها اقدر اسوي لها تشي. هسه راح اجاوبك عليها بخدمتك. احمد الله وعليك الله يرحمك. ابو محمد من النجف. نعم. تفضل ابو محمد. عندنا ظاهرة كلش مو جيدة بالنجف، قطع الوصولات. نعم. في غير مواردها. الوصولات ايش بيها؟ وصولات في غير مواردها يعني سيارات حتى لو واقفة في الشارع مثلا بموقف صحيح يجي يقص لك وصل والله يقول لك عندي وصولات كثيرة ولازم امشيها. نعم. انا. زين. اي وهاي الحالة يعني كلها تشتكي من عندنا، ملينا من عندنا. هسه هذا السؤال. بعد عندك ملاحظه ثانيه؟ وفي موارد اخرى يعني اماكن اخرى ما يقص له وصل. والله ليش؟ لان سائق السياره هذا شخصيه ولازم ما يقص له وصل. نعم. انا هاي سجلت الملاحظه وان شاء الله راح اتواصل ويا الاخوان في مديريه مرور النجف مع السيد المدير العميد وسام وانا راح اتواصل ان شاء الله واجاوبك عليها بالحلقه القادمه. شكرا لك اخ ابو محمد. عندنا الاخ حسين من كربلاء. السلام عليكم. تفضل اخ حسين العزيز. يا هلا بك حياكم الله. كل الهلا بك اهلا وسهلا تفضل. ناخذ من وقتكم استاذ العزيز. وقتنا كله لك ابو علي تفضل حبيبي. الله يحفظك حبيبي استاذ العزيز. فد ملاحظه. الملاحظه مهمه. نعم. جدا. الله يجزيك بالخير استاذ. أمر. التكاتك بالنسبه للتكاتك الما مرقمه يعني انا ذاك اليوم صار حادث صار وياي دعمني ابو تكتك وشرد يعني هاي العفو ثالث مره صارت وياي يعني دعمني ابو تكتك وبدون لا رقم عده لا عده بتشي لا عده مستمسك ايش يعرف من عداني استاذ العزيز. سووا لنا حل التكاتك الما مرقمه يعني قبل فتره مره مستلبه ابو تكتك مسلبها ورايح يعني شنو هاي الملاحظه نريدها مهمه جزاكم الله بخير الجزاء ان شاء الله بخدمتك. خدمتك ممنون. أنا سجلتها وراح أجاوبك عليها. شكرا. حيدر من النجف. العفو. تفضل أخ حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا بك. بلا زحمة عندي سؤال. أنا عندي سيارتي أداورها رقمها بغداد. نعم. وهي مشروع وطني. أنا أداورها أنا رحت قالوا كتاب ما موجود كتاب لازم يجي بالبريد. زين بالبريد من الكاظمية يجي قالوا ثلاث اشهر يعني شنو هالتاخير هذا يعني بس دقيقه أتوقع. دقيقه حيدر شنو نوع الكتاب؟ شنو الكتاب اللي عندك؟ شنو نوع النقص اللي بيه؟ يقول نقص بالارشفه. يقول نقص بالارشفه لازم ندس كتاب للمديريه الكاظميه ويجي بالبريد. منو قال لك ثلاث اشهر؟ منو قال لك ثلاث اشهر؟ النجف مرور النجف. يعني ابو المرور قال لك ثلاث اشهر؟ يقول يتاخر الكتاب يا ولد عمي حاسب التراسل بنفس اليوم يرجع الجواب. وينك ما جاوب وديته وصار لنا 10 ايام ولحق الان ما اجى جواب الكاظميه. هاي شنو هاي؟
اي والله لحد ابقى وياي ابقى وياي هسه راح اخذ رقم تليفونك. الله يسلمك وان شاء الله اتواصل يا الاخوان مقدم قصي. لا تقطع الاتصال اخ حيدر. نعم نعم ابقى ويا الاخوان بالكنترول خلي ياخذون رقم التليفون. عندنا الاتصال من بغداد حيدر. تفضل حيدر. السلام عليكم اخي. عليكم السلام يا هلا مرحبا اخي. بارك الله فيك. بالنسبه لتنزيل نعم الدراجات يعني اجراءات. تفضل حبيبي حيدر شنو سؤالك؟ بالنسبه لتنزيل الدراجات اجراءاتها جدا نعم. تعسفيه يعني ابسط الامور هسه احنا حاليا دفعنا الجمرك بمنطقه بشارتشيه رجعنا للمرور. المرور سواله صيك الصيك ترجع لازم يم ملعب الشعب يعني هي 50,000 اليوم أخذينها بداخل إدارة المرور وخاف من الأمور هذا هم نستغل الوقت هي وقت ضيق. 50 مال شنو أخ حيدر؟ 50 مال المرور. ها مال المرور طلبوا من عندنا لازم صيك تروح الملعب الشعب سوي صيك 50,000 والله ترجع تكمل المعاملة. اللغة موضوع الصيك هاي شو كنت أخذه منك صيك؟ لا لا البارحة أنا اليوم سويت الصيك اليوم وباشر لازم أرجع للمرور في سبيل حتى أدفع الصيك وأكمل إجراءات المعاملة. ماشي بخدمتك أنا هسا سجلتها. ممنون. شكرا الاخ حيدر. عندنا اخر اتصال من الاخ وليد من ذي قار. تفضل اخ وليد. اهلا السلام عليكم سيد العزيز. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. اسمعني من التليفون وليد. سيد العزيز سياره عندي والله ما انا من ذي قار وباي احب البصره ايضا ما يداور لي سيد ما يرضى المداور شلون اسوي؟ هسه راح اجاوبك عليها. شكرا حبيبي سيد. ممنون. طبعا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات اعزائي المشاهدين. راح نروح انا وياكم فاصل قصير ثواني وان شاء الله ونرجع لكم بالاجابه على كل الاسئله اللي سالتونا اعزائي المشاهدين ونكمل الاجابه على الاسئله اللي وردت لنا. طبعا الاخ ياسر من كربلاء تحدث عن موضوع الحادث اللي عرضناه اللي هو صاحب المركبه كان ايضا يمشي سرعه خارج المحدده قانونا وهنا وفق القانون تحمل نسبه من يعني المخطط اللي موجود. طبعا عندنا الأخ حيدر أيضا يعني سأل على موضوع يعني رجال المرور اللي موجودين بالتقاطع. يا أخوان إن شاء الله راح تكون هناك أعداد كبيرة جدا من منتسبي رجال المرور في كل المحافظات حسب توجيهات السيد الوزير المحترم إنه هاي الدفعات اللي راح تجينا والتعيينات اللي راح تجي اللي هي بصفة عقد رجل أمن راح تكون حصرا بالميدان يعني ممنوع أن تعمل وفق المقرات راح يكون عملهم حصرا ميداني فإن شاء الله راح يكون توزيعهم بالمناطق اللي تحتاج إلى رقابة مرورية. طبعا عندنا الأخ حيدر سأل على موضوع السيطرة اللي تتواجد ضمن يعني شارع سيد جودة اللي هو قريب الفلكة اللي هي فلكة عامل النظافة تتواجد يوم الخميس. الغاية من هذه المفرزة اللي هي تحدد لي وتقلل أعداد المركبات اللي تدخل باتجاه منطقة ميثم التمار. عندما تكون عندنا الكثافة عالية من شارع ميثم التمار وشارع الجراج وتوصل إلى المجسر اللي هو بواحد حزيران هنا كمديرية مرور كإجراء لتخفيف الضغط على هذه المناطق حتى لا تتكدس المركبات وتكون عبارة عن كتلة من المركبات هنا نبدي نفلتر المركبات وندخلها إلى المنطقة بشكل دفعات بشكل أبطأ ما هو عليه فذلك تشوفونها يوم الخميس بسبب الكثافات العالية اللي موجودة. الأخ حسين يقول عندنا بمرور بغداد يعني مسافة الدراجات ما حد ما يحاسبها أكو عندنا مشكلة بتقاطع بغداد الجديدة. إن شاء الله أنا قدر الإمكان راح نتواصل ويا الأخوان في القاطع المسؤول عن هذه المنطقة بالتحديد والسيد الآمر قاطع راح نشوف شنو رده عن هذا الموضوع وشنو الإجراءات اللي راح يتبعها ضمن هذه المنطقة إن شاء الله بالأيام القادمة. الأخ أسامة يقول عندي سيارة رقمها كركوك وأوراقها موجودة ويعني تفاصيلها موجودة في محافظتنا ولكن يعني في ذي قار وفي كل المحافظات هي مو فقط ذي قار كل المحافظات مركبات اللي مرقمة رقم كركوك بسبب ضعاف النفوس والعمليات التزوير اللي صارت بهذه المحافظة بتسجيل بعض المركبات السيد مدير عام المرور أوعز بتشكيل لجنة لغرض تدقيق المركبات قبل إجراء أي معاملة ولغرض تدقيقها لازم يطلعون على المعاملة الأصلية للمركبة
ويشوفون أولياتها مضبوطة ما بها شيء يعطونك موافقة بنقل ملكيتها. لذلك تحدد العمل حصرا في المحافظة اللي هي محافظة كركوك. العملية بسيطة، مجرد أنه تمر على هذه اللجنة وبعدها تباشر بإجراءات نقل الملكية بشكل اعتيادي، ما عندك مشكلة إذا كانت أوراقك أصولية وما بها مشكلة ومانع قانوني. طبعا الأخ حيدر من بابل يقول عندي مركبة بعتها ولحد الآن صاحب المركبة ما يعني ما أجى نقل الملكية. هنا أنا عندك طريقين، يا أما المحكمة تصدر لك قرار أو تروح إلى دائرة التنفيذ تنطيك كتاب حجز على هذه المركبة وتباشر بحجزها. أما الأخ أبو محمد يقول عندنا مشكلة بموضوع الوصولات اللي هي بمحافظة النجف الأشرف، يعني طريقة فرض الغرامات مو أصولي، ما مقتنع بها الأخ أبو محمد. أنا راح أتواصل ويا الأخوان مع السيد مدير مرور النجف، طبعا متعاون ويانا بشكل كبير جدا السيد العميد عميد وسام بما يخص الشكاوى والمداخلات اللي تجينا ضمن البرامج في كل الأيام. إن شاء الله راح أتواصل وياهم نعدلكم تقرير عن هذه الحالة بالتحديد ونشوف شنو ردهم لهكذا حالات موجودة من وصولات. للمعلومات احنا الوصولات مديرية المرور حددت بالتحديد انه لازم ينذكر كل المعلومات ما عدا بعض المخالفات اللي هي عدم الامتثال بالإشارة الضوئية. هذه راح نذكر فقط يعني مواصفات المركبة اللي ما امتثلت مع رقم المركبة، ولكن في أغلب الأحيان وفي كل الوصولات وكل أنواع المخالفات احنا نذكر تفاصيل اللي هي تخص الاسم مع نوعها مع مواصفات المركبة الوقت والتاريخ، كل التفاصيل تنملي بشكل صحيح وواضح حتى المواطن يعرف شنو نوع المخالفة وش وقت تغرم ومنو السائق اللي كان يعني يقود هذه المركبة. طبعا عندنا الأخ حسين يقول موضوع التوك توك الغير مرقم مشكلته من يسوي حادث ما راح تقدر تحاسبه أولا، اثنين ممكن أنه يلوذ بالفرار وما تسيطر عليه وما راح تعرفه وين. إذا كان برقم هنا راح تقدر توصل له، تقدر تشتكي على صاحب هذا الرقم. أخ حسين، وفي كل الحوادث وفي كل المناطق إن شاء الله راح يكون عندنا يعني موضوع الترقيم التوك توك والدراجات راح يتوقف العمل بهذه يعني الفئة من المركبات والدراجات يوم 1/12 يعني 30/11 آخر موعد ليوم التسجيل. إن شاء الله بعد هذا التاريخ راح يكون عندنا حملات كبيرة جدا لغرض مصادرة الدراجات وتسليمها إلى هيئة الجمارك. عندنا الأخ حيدر سأل على موضوع يعني عنده كتاب في هيئة يعني ودالي أحد المواقع اللي هي شعبة التراسل من النجف إلى بغداد، ولحد الآن ما رجع الجواب. إن شاء الله راح أنا أتواصل وياك بعد البرنامج قدر الإمكان نساعدك بالإجابة على هذا يعني الكتاب مالك، نرجع لك الجواب مالتك، نوصل لك إياه إلى محافظة النجف وتقدر تكمل إجراءاتك. طبعا عندنا الأخ حيدر من بغداد سأل وعنده مشكلة بموضوع التسجيل الدراجة، يقول عندي يدزوني يسوون صك ويرجعونا للمديرية، المسافة بعيدة، هو صك بسيط. احنا كمرور كربلاء حسب التوجيهات اللي صدرت لنا لغينا موضوع الصك. المواطن بالإمكان يدفع الرسوم داخل المجمع الوطني بشكل مباشر، وأيضا إن شاء الله راح أتواصل مع الأخوان في يعني شعبة أو قسم العلاقات والإعلام عندنا في بغداد ونشوف يعني مديرنا اللي هو الأخ عميد زياد شنو توجيهه وشون راح يوصل هاي المناشدة للسيد مدير عام المرور حتى المحترم حتى نقدر نتفاداها ويخلي الرسم في دائرة المرور مباشر، على اعتبار أنه رسمها بسيط، صعوبة التنقل خطورة التنقل بها إن شاء الله كحالة إنسانية ما راح يقصرون وياكم بهذا الموضوع. الأخ وليد ذكر موضوع عنده مركبة بايعها وصاحبها من البصرة ولحد الآن ما ناقل ملكيتها. يا أخوان اللي يشتري سيارة خلينا نقول الملكية باسمه، أنت شنو اللي يضمن لك أنه هذا الشخص صاحب المركبة راح يداور لك بعدين؟
اشتريتها انقل ملكيتها بنفس يعني خلال ايام انقل سوي معامله ونقل ملكيه. شو الرسوم؟ هي نفسها، انت تدفعها اليوم ولا تدفعها باكر او بعد شهر، هي نفس الرسوم. هاي واحد. اثنين، الرسوم هي تخفضت يعني اصبحت 45,000 دينار نقل الملكيه، يعني ما بيها رسوم عاليه حتى نقول مثلا انت تشتري سياره كذا مليون رسمها 45 ما تنقلهم، يعني ماكو مقارنه بهذا الموضوع. هاي واحد. اثنين، انه صاحب المركبه اللي يبيع سيارته واللي ياخذوها من عنده وما ينقلون الملكيه بالامكان انه يراجع دائره التنفيذ ويسوي حجز تنفيذي على هذه المركبه، وهنا راح تنحجز وتودع في احد المعارض لغرض اكمال اجراءات القانونيه بحقها. طبعا جاوبنا على كل الاسئله. عندي بعض الملاحظات الاخيره باخر دقائق للبرنامج. اليوم احنا خلال الفتره اللي هي ممنوحه لاصحاب الدراجات اللي هم ما عندهم اوراق رسميه، هسه البعض يسال منو الدراجات؟ الدراجات يا اخوان، الدراجات المشموله بالتسجيل هي الدراجات 40 سي سي صعودا، يعني هاي الدراجه اللي حجم محركه 50 و60 و70 وتصعد بمسميات مختلفه، بطه ومنغولي وكذا، كثير من الاسماء يعني الدارجه والشعبيه، هاي كلها مشموله بالتسجيل. طريقه التسجيل، تاخذ الدراجه وتروح للمرور. هنا انت ايش راح يسوي؟ راح يفحصوا لك الدراجه ويعطوك كتاب رسمي بها الى هيئه الجمارك وبشكل يعني مباشر، ما راح يدزوه بيد المعتمد، وتقدر بهاي الحاله انت تكملها جمركيين وترجع الى مديريه المرور تسجلها. الرسم هو 164. ايش وقت تنتهي الفتره؟ يوم 31/11 هذا الشهر، يعني ما بقى لكم الا ايام قليله، فراجعوا حتى تسجلوها. بعد هاي الفتره يوم 1/12 راح تبدا الحملات بحجز الدراجات ومصادرتها الى هيئه الجمارك، حتى لا تخسر الدراجه مالتك وتصادرها. وطبعا هذه الفتره هي احنا صار سنين ما قدرنا نغير قانون التسجيل، ولكن مجلس الوزراء الموقر تحياتنا لكل الكادر اللي موجود به، عملوا بالتنسيق مع وزاره الداخليه وصدروا هذا القرار لخدمه هذه الطبقه، وايضا وقفوا استيراد الدراجات، فلذلك انت تستفاد من دراجتك وسيله نقل مهمة جدا، فلغرض الاستفادة منها حتى ما تنحجز راجع مديرية المرور وكمل إجراءات تسجيل دراجتك اللي ما بها أوراق، واللي بها أوراق أيضا راجعوا حتى تكملون إجراءات التسجيل. يا أخوان الفترة قليلة جدا، ما بقى إلا أيام معدودة، فنتمنى لكم أكيد أنه يعني تسجلوها وما راح تنحجزون وما راح تصادر هذه الدراجات إذا كانت مسجلة. طبعا انتهى وقت البرنامج اللي عندنا، يعني أعيد وأكرر أقول لكم هذه الفترة فترة ذهبية، ما بقت إلا أيام قليلة، راجعوا حتى تسجلونها، وأكيد راح تخابروني بالأيام القادمة وفي البرامج اللي راح تجي راح تقولون إحنا ما سجلنا وما لحقنا وشنو الحل. الحل راح تصادر الدراجة إلى هيئة الجمارك، من هسه أقول لكم إن شاء الله نلتقيكم بالأسبوع القادم بتقارير جديدة تخص عمل مديرية المرور في كربلاء والمحافظات. راح نستجيب لبعض المناشدات اللي وصلت لنا بالمحافظات قدر الإمكان، نتواصل ويا المحافظات حتى نقدر نعد لكم تقارير عن هذه الحالات اللي انذكرت بالبرنامج. كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم المقدم الحقوقي رياض عبيس الحمداني، مدير العلاقات والإعلام في مرور كربلاء. إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقيكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.